السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في رحاب حلقة ثقافية جديدة من برنامجكم الثقافي الأسبوعي مرافق. كما هو معتاد في كل حلقة نناقش أبرز القضايا الثقافية ونستضيف عددا من المهتمين بهذا الشأن، سواء شعراء أو أدباء أو فنانين تشكيليين. سنسلط في حلقتنا هذه الضوء على الريشة وما تتحدث به، ولا تقل شأنا بطبيعة الحال عما يتحدث به لسان الراوي أو الروائي أو الشاعر أو الفنان بمختلف مشاربه وأطيافه المتعددة. في حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا سيكون بمعيتنا واحد من أبرز الفنانين التشكيليين الذين لمع وسطع نجمهم في الساحة الفنية والتشكيلية اليمنية، وأثبت وجوده أيضا خارج جغرافيا اليمن السعيد، وشارك في عدد من المحافل والمعارض التشكيلية ونال عددا أيضا من الجوائز على الصعيد المحلي وأيضا العربي. أضيفنا لهذا الأسبوع الفنان التشكيلي وسام العنسي. مرحبا بك أخي وسام. أهلا وسهلا، الله يسلمك أستاذ عيسى، الله يكرمكم ويبارك فيكم. أشكركم في البداية على هذا اللفتة الكريمة وعلى هذا اللقاء الجميل، ومن خلالكم أحيي الشعب اليمني العزيز، الشعب الصابر على ما عانى من ظروف صعبة، وإن شاء الله تتحسن الأمور إلى ما هو خير وإلى ما هو أفضل بإذن الله. بإذن الله تعالى. بإذن الله. أسام، أنا قبل أن أبدأ معك حديثي لابد أن أطلع المشاهد على نبذة من أعمالك الفنية وأعود إليك لمناقشة حيثياتها وأسبابها وما يعني وأي مدرسة سيطرت على ذائقة أسامة العنسي. مشاهدي الأعزاء أقف مع هذه أو هذا الفاصل ومجموعة من الأعمال الفنية التشكيلية للفنان أسامة العنسي وأعود إليكم، ابقوا معي. Thank you.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء، الى من ينضم الينا الان وكما تابعتم هذه المجموعات المصوره والرسوم التشكيليه التي ظهرت على الشاشه هي من اعمال ضيفنا العزيز وسام العنسي، وهي نموذج من اعمال شتى فقد جلها كما قال في جواله الذي فقده مؤخرا. للاسف والله يا وسام، بدل ما نشكي الان على التليفون، اولا عظم الله اجرك. الحمد لله. الاعمال الفنيه تنم عن فنان محترف، الله سواء يعني انا واشاهد، انا لست رساما ولا فنانا تشكيليا، ولكن اشاهد، لكنك شاعرا جميلا ما شاء الله عليك. الله يعافيك. اشاهد تفاصيل صغيره جدا لم يغفلها الفنان وسام العنسي. هل حدث المشاهد الكريم عن تجربة وسام الفنية أولا؟ أنا أعتمد في مشواري الفني على النهج في المدرسة الواقعية، وأحرص كل الحرص على إظهار اللوحة بالشكل الذي يحب أن يراها المشاهد، لأن اللوحة التشكيلية هي في الأساس مرآة الفنان. يعني كيف تحب أن يراك الناس؟ كيف تحب أن تعبر عن ما داخلك؟ فمثل ما قلت لك، اللوحة اللي هي بالنسبة للفنان التشكيلي هي مرآة، هي تعكس ما بداخلك للناس وتظهره للعالم. هذه المرآة، هل كل من يشاهدها أو يقف أمامها يجد يعني يرى نفسه فيها، أم أن لها أناسها أناسها أو نخبتها المعنيين بهذا الشأن؟ يعني اللوحة التشكيلية عندما تظهر على الملأ، هل يعي قدرها كل من يشاهدها؟ أنا أحرص على ذلك. أنا أحرص على أن اللوحة التي أقوم برسمها تنال إعجاب كل الفئات مختلف الأذواق. يعني أما بالنسبة لمحتوى اللوحة أو لمضمونها، فالغالبية من البيئة اليمنية، من جمال البيئة اليمنية أو من جمال الطبيعة. يعني احرص في نقل الصوره الجميله التي يستحسنها ويرغب في تذوقها واستلهام جمالها اي شخص كان. نعم. اي شخص كان. كما ان للشعر مدرسته الرمزيه، ايضا للفن التشكيلي مدرسته الرمزيه الخاصه به. يعني انا اشاهد بعض اللوح وكانها شخبطات على الجدران، ويقول هذه اللوحه حازت على جائزه صالح عبده مرشد وكذا، يعني أسماء. نعم. أنا لم أفهم اللوحة، وأقول في نفسي، هل يعي من قام بالتحكيم على هذه اللوحة ما تحمله هذه اللوحة من دلالات؟ ولماذا هذه الصعوبة والرمزية والإيغال فيها؟ هو نعم، من الفترات الأخيرة يعني انتشرت عدة مدارس، الكلاسيكية والتجريدية والمدرسة الحديثة. اللوحات الحديثة، الفن التشكيلي الحديث، هو أنا بصراحة أعتبره هروب من الواقعية، لكنه هو يأخذ جانبا من جوانب الفن التشكيلي، ويعتبر مدرسة خاصة، وله محترفيه وله معجبيه. لكن أحيانا يعني قد تلاحظ في اللوحة الفنية الحديثة دلالات أو عبر أو مفهوم أو فكرة، لكن احيانا كما قلت اللوحات الفن التشكيلي الحديث احيانا تكون عباره عن لخبطه لا يستطيع ان يستوعبها لا المشاهد ولا حتى الفنان. في فنانين كثير يعني انا ارى بعض اللوحات الفنيه الحديثه، لكن لا اجد فيها، لا استطيع الوصول الى ايجاد فكره معينه. لكن هو حاليا المدرسة الفنيه الحديثه او المدارس الحديثه هي تعتبر من المدارس التشكيلية، ولها الأهمية ولها الجمهور ولها من الشغل، ما يعني ناس كثير بيشتغلوا في الفن التشكيلي الحديث. نعم. هل من وجهة نظرك الهروب من المدرسة الواقعية إلى هذه المدارس نجاح وإبداع متفرد، أم أنه إخفاق وعجز إن جاز لي التوصيف؟ هو يعني المدرسة الواقعية صعبة. المدرسة الواقعية صعبة، هو أنت لازم تظهر الصورة بالشكل المطلوب، بالشكل الذي تستحقه. فكثير من الفنانين يحاول الوصول إلى مرحلة إظهار اللوحة الواقعية بالشكل الواقعي، فلكن لا ربما لا تسعف القدرات في ذلك، أو ربما يصاب بالملل، قد يصاب بالملل أحيانا.
لأنه يرجع إلى المدرسة الحديثة أو للشغل الحديث، لأنه فيه ضربات، فيه تكنيك، فيه سرعة إنجاز، فيه اختلاف لوني، فيه عدة أشياء كثيرة يعني تساعده في إما سرعة الإنجاز أو في راحته النفسية. قد يجد الفنان راحته النفسية في أنه يعبر بلطخات لونية أو بضربات أو بأشياء، لكن إذا ما احتوت اللوحة على فكرة معينة أو في إبراز معنى فليست يعني ذات قيمة أو ذات أهمية. نعم. بشكل الموضوع هذه الفكرة أستاذ وسام، هل تساهم الألوان أيضا في تكوينها؟ نعم. هل لكل لون دلالة معينة في إيصال فكرة معينة؟ يعني أنا أرسم فرسا مثلا أو حصانا، أختار لونا معينا، هل لهذا اللون دلالته؟ أكيد لكل فنان، أكيد لكل فنان. أم أنها ذائقة فقط؟ لا لا لا، أكيد لكل فنان ألوان خاصة فيه، يعني تلاحظ أنه يميل إلى هذه الألوان. أنا بصراحة أميل إلى الألوان البنفسجية والقليلة الأحمر البنية ملاحظ هو أيوة. فهذه الألوان من ناحية هي ألوان جذابة، من ناحية بتظهر الأشياء، بتظهر التفاصيل، بتظهر بتجيب رونق، فيها رونق يعني أفضل من الألوان الداكنة، الألوان الغامقة أو الفاتحة كثيرا غير أنا بالنسبة لي غير مستحبة. فأنا أميل إلى هذا الألوان البنفسجية وقريبة إلى البني المحمر وكذا وما شابه ذلك، فكي تعكس اللوحة بالصورة أو بالشكل المطلوب الذي أنا أريد الوصول إليه. جميل، لا بأس إذن الزميل خالد عوضة أن يحلق بنا مرة أخرى ويعيد شريط العرض التشكيلي الذي شاهدناه قبل قليل، لنستعرض بمعية الرسام المبدع والفنان التشكيلي وسام العنسي كل صورة على حدى وما تحمله من دلالات. هذه الصورة، الصورة هذه تمثل براءة الطفولة، منظر طبيعي، منظر طبيعي للغروب. شوف لاحظ ان الالوان فيها الاحمرار يعني ولا البنفسجية فيها واضحة، هذا أيضا منظر طبيعي. هذه الشخصية بورتري يعني. عبارة عن بورتري. نعم. لواحد من الشخصيات. نعم. من أصدقائي الأعزاء يعني. وهذه ضاربة الدف، ضاربة الدف يعني هذه من أهم لوحاتي التي أبرزت فيها يعني المشغولات اليدوية والحلية الفضة، يعني تشتهر اليمن ب بتراثها العريق، الصناعة الفضية. الصناعة الفضية هذه فضة بديحية ولا أكواعية ولا الفضة؟ في هي عدة مناطق، لكن بشكل عام أنا أبرزت لا أعرف إن كانت بديحية أو غير بديحية. ليس حديثنا. المهم أن أنا أبرزت يعني من أهم المشغولات اليدوية. جميل. هذا زي التعزي الذبحاني، المشاقر والطرحة. يعني يا سلام. احنا عندنا تنوع ما شاء الله، عندنا تنوع كبير في التراث والبيئة في الازياء الشعبيه. صحيح. يعني قد تجد ولو حتى في المحافظه نفسها، قد تجد في محافظتنا عده اختلافات في الازياء في 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 في, في المشغولات اليدويه، في الصناعات، في اشياء كثيره. قبل ان نشرح هذه الصوره، هل هنالك صوره لمنطقه الحديده مثلا او بنت الحديده؟ على ما اظن لانه بس ما تزعل، لكن معلش يلا. هذه الصورة وكأنها صورة مستوحاة من أحدى القرى اليمنية في أي منطقة؟ في المنطقة الجبلية، في منطقة ربما شهارة، أو أنا نسيت، أنا بصراحة أنسى الأسامي، لكن هي إما في شهارة أو مناخة. فشو أظهرت عن التدرج الزراعي، هذا طرح الستار الصنعانية من أهم الموروثات الشعبية، يعني الستار الصنعانية التي تتميز بها المرأة اليمنية. جميل. الصورة التالية، هذا صعب جدا، التفاصيل الصغيرة هذه. تفاصيل أيوة، فيها تفاصيل أيوة. وهذه الصورة، هذا أيضا معبر على الانتظار، هو أصلا هذا كان جات لي طلب خاص يعني للوحة غلاف. أيوة. يعني أيوة. كتاب معين. نعم. لكتاب شعري، فبمعنى الانتظار يعني. جميل. الأمومة مهما رسمنا عن الأم مهما فلا نفي بحقها. جميل. هذا لوحة جمالية عن مسارية، هذه قرية اسمها نسيت اسمها خلاص. وهذه الصورة أيضا،
هذا ايضا زي الصنعاني حق العكفه يسموها العرده يسموها عده اسامي فهم النساء اشياء في طقوس معينه في طقوس اعراس نعم. او في طقوس يعني تتميز بهذا لكن العكفه وهذا يعني النساء الشابات في سؤال شخصي هل هذه الصور البورتريه التي قمت باختيارها للنساء حقيقيات ام انها من وحي المخيله؟ لا في صور من صور حقيقيه من صور حقيقيه. وهذه الصوره؟ هذا ايضا من الريف اب من 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 هذا من عندنا صح؟ ايوه من ارياف اب ايوه فيها حليه الفضه وفيها ايضا المشده وال يعني قلت لك انا عندنا تنوع كبير عندنا ثراء يعني ثراء من الـ من الـ من, الـ من الموروثات الشعبيه من المشغولات اليدويه عندنا ثراء ما شاء الله فمهما رسمنا مهما ابدعنا مهما حاولنا لا نفي بحق اليمن لا نفي بحق اليمن صحيح صراحه شباب حضرموت هذا اقدم مدن التاريخ يا سلام تبدو كانها صوره ملتقطه اصل اصل يعني. العرب الله يحفظك ويبارك فيك جميل الله يحفظك ويبارك فيك طبعا انا قلت لك في كل لوحه انا اتحرى واحرص على اظهار اللوحه بالشكل المطلوب هذا ايضا الزي المهري الزي المهري والذهب تتميز به فتيات المهره يا سلام هذا من اجمل لوحاتي ومن اخرها اخر ما وصلت اليه في لوحة كمان أتمنى أن المخرج يظهرها التي تحمل السلة سنصل إليها إن شاء الله نوصل إليها هذا التكريم أثناء في ملتقى بصمات الفنانين التشكيليين العرب من ضمن المعارض التي قمت فيها في مصر سقطرة هنا يجب أن نتوقف سقطرة الخير سقطرة العطاء سقطرة الجزيرة النادرة من أندر جزر العالم هذان الرجلان يذهبان كل يوم في الصباح الباكر ويجمعون أعواد النباتات الطبية والعطرية ومن أجل تجارتها لأن هذه الجزيرة غنية وثرية بالنباتات الطبية والنباتات العطرية النادرة في العالم فنادرة في العالم كلها فهي فيها رحلة فيها قصة فيها حياة زخم من الحياة هذا أصل البحر والصياد لاحظ أن حرصت على المشهد يعني في قبل شروق الشمس الرجل منهمك وراء عمله لا يأبه لمن صوره أو من رسمه الجميل كفاح الإنسان اليمني وراء السعي وراء الرزق الفنيلة بالذات يعني الزي هذا الزي العلم اليمني العلم اليمني موجود وكل يعني من أهم جميل تراثنا اليمني جميل البحر والصياد الزراعة هي من المصادر الرئيسية في اليمن من المصادر الغنية التي هي تعبر عن كل منطقة يمنية وليس كل منطقة كثير أكثر المناطق اليمنية في القرى في الأرياف في مختلف المناطق الزراعة يعني وكيف يحرث الأرض بواسطة الصورة الخلفية هذه الصورة الخلفية هل هي المنطقة معينة؟ هذه من القرى اليمنية هذا أيضا معبر عن الحنان الأم والحمامة يعني لما في المشهد من موقف جاءت الحمامة يعني جميل من الخيل العربي الأصيل هذا يمثل الخيل العربي الأصيل اللون الأحمر غامق الأحمر المندمج مع البني الفاتح مع المنظر الغروب هذا جميل الخيل والليل لوحات كثيرة ومتنوعة الحمد لله وإن شاء الله لا نقدم إلا الأفضل بإذن الله هذا مناخة حسن مناخة هذا من أقدم اللوحات التي رسمتها في بدايات رسمي في بداية مشواري الفني يعني جميل يعني أظهرت فيها شموخ الإنسان اليمني لا يبني ولا قصورا على قمم الجبال حتى النملة ما خلتناش نملة يعني. التي تشرب لازم تشرب فلاحظ داخل النطفة ما هو موجود داخل النطفة عكست النطفة صورة الزهرة فجاءت ترتحق أو ترتشف النملة ماءها من هذه النطفة يا سلام يعني كله جمال في جمال سبحان الله يعني سبحان الله هذه مزهرية هذه تجربة عملتها للوحة عالمية من إحدى اللوحات العالمية فعملت تجربة لكي أرى إلى هذا الصورة من إحدى المعارض التي قمنا بها ذاك زميلي ردفان المحمدي أيضا هو من الفنانين التشكيليين الرائعين ما شاء الله عليهم وابدعوا وسيكون لنا لقاء قادم بإذن الله تعالى معه إن شاء الله ولو عدة جوائز هو هذا ايضا دراسه حديث من مدارس لوحه عالميه يعني عملتها تجربه او دراسه للوحه عالميه محاكاه يعني ايوه ارى يعني الى اي مدى وصلت
نعم وهل وصلت؟ لأنه أنا أشوف تفاصيل صغيرة الحمد جداً لله الحمد لله ومتعبة جدا الحمد لله. أنا كله يهون إلا أنك ترسم بيت يمني فيه قمريات وفيه طوب أحمر وفيه أزقة وفيه مدج وفيه الجدار الفاصل ما بين حول وادي ووادي آخر حول وحول كما نقول عنده. يعني هذه التفاصيل الصغيرة ألا تتعب فيها وأنت يعني فعلا 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 هناك تعب كثير، ولكن من أجل أن نظهر الصورة الجميلة لليمن لا يهم التعب. كم تأخذ مثل هكذا لوحة يعني؟ عدة بعضها يأخذ عدة أيام، بعضها يأخذ عدة أسابيع، بعضها والله عدة شهور. عدة شهور. والحمد خطأ صغير في اللوحة أسامة، معلش، هل تعيدها مرة أخرى؟ تعيد رسمها؟ أكيد أكيد لازم، يجب مراقبة اللوحة من ناحية التكوين، من ناحية المنظور، من ناحية التناسق اللوني، الوحدة اللونية، من جميع النواحي. هذا أيضا منظر لوحة عالمية، عملت لها تجربة يعني أرى نفسي لأين وصلت كما قلت لك سابقا من ضمن اللوحات العالمية، يعني كتجربة أو كدراسة للوحة عالمية. نعم. قلت لك إحنا يعني في كل لوحة نحاول أن نحرص على أن تكون مكتملة الصفات والمواصفات. حضرموت هذه من أجمل لوحاتي ومن أهمها. جميل. بس حلو انك اخترت الحمار لانه تم اصبح الان شبه منقرض يعني ومرافق للحياة الانسان اليمني في كثير من المناطق. صحيح. ومرافق للانسان في كثير وخدوم بصراحة. هذه من اي منطقة؟ هذه من حضرموت. حضرموت. من حضرموت. القبعات الطويلة هذا في منظر ملتقى، هذا الصورة من ملتقى ابداع الدولي. هذا رجل من الريف مروح الصيف في يده، هذا ايضا من الازياء اليمنيه، هو ما شاء الله عليه المخرج يستعجل شويه. وهذا فين؟ هذا من الازياء اليمنيه. صبر. صبر. ايوه صبر. جميل. فقلت لك انا فقط اريد ان استرعي اهتمام المشاهد الكريم الذي ينضم الي الان بان هذه اللوحات التي يشاهدها الان هي من اعمال هو. لاحظ التنوع نعم. البيئي المكاني والانساني في جميع لوحاته. هذا من منظر العفق، معاناه الرجل، المراه كيف تشارك الرجل في حياته اليومية، تذهب لجمع الأحطاب، تعمل في الزراعة، الرجل أيضا هو شريكها في كل المجالات. يعني الحياة مشتركة بين الرجل والمرأة، خصوصا الإنسان والإنسان اليمنية حياتهم مشتركة، يعانون كل ظروف الحياة مع بعض. نعم. أنت الآن تحاكي الواقع اليمني بكل تفاصيله الصغيرة، وخاصة تحاكي واقع البادية. ما أجمله من واقع، ما أجمل وقت تعيشه. ما البيئة اليمنية فيها الزخم الكبير، فيها الزخم الكبير من الجمال. ما طرا على اليمن في الظروف الأخيرة من الحروب والويلات لا يستحقه لا الأرض. صحيح. ولا اليمنيون. صحيح. لأنه أنا في كل لوحاتي أنا لا رسمت عن الحرب لا أشلاء ولا دمار ولا دماء، أنا عبرت عن الحرب بأجمل صور اليمن، لأني أحب أن أنقل رسالة، أو رسالتي هي اتركوا اليمن كما شاء له الله أن يكون. جميل. يعني نحن لا نحب أن نرى اليمن إلا بهذه الصورة التي أرادها الله. فيكفينا حربا، يكفينا دمارا، ماذا جلبت لنا إن شاء الله. ألا تجسد هذه الرسالة في لوحاتك أسامة؟ في كل لوحة، في كل لوحة لا أظهر ولا أبرز إلا جمال اليمن، إن كانت منطقة ريفية أو كان زي شعبي أو كان مورود شعبي أو كان أي نوع من أنواع ما تحمله وما تتصف به اليمن، إن كان فن معماري. في أيضا من ضمن اللوحات رسمت لصنعاء والفن المعماري. نعم. اليمني في صنعاء. نستعرضها زميل خالد، أتمنى أن يعرض ما بقي من اللوحات. في لوحة أيضا للمرأة حاملة السلة إن شاء الله نستعرضها. نعم. إن شاء الله. هذه الصورة من اللوحات. لاحظ الإحمرار في السماء، أرجو أن يعيدها المخرج. لاحظ الإحمرار في السماء. هذا ما تكلمنا عنها في لوحة سقطرة. وهذا أيضا من المناظر الطبيعية. هذا قبة البكيرية، أرجو أن يثبت عليها المخرج. هذه قبة البكيرية، لاحظ ألواني تميل إلى البنفسجية، الزرقاء والبنفسجية. نعم. الأزرق والبنفسجية، هذا قبة البكيرية من أقدم الجوامع في العثمانية في صنعاء ما شاء الله. يعني تراثنا حافل. صحيح. وتاريخنا عريق، والحمد لله تاريخنا عريق، ولدينا حضارة ولدينا تراث. هذا فتاة الصعيف، يعني تباشير المزارع عندما هذه الصعيف في تعز عندما في أب يقولون عنها يسموها بالصعيف، نسميها بالصعيف، بداية ظهور الثمرة.
يعني بداية ظهور الثمرة يفرح المزارع فيذهب الجذب السنابل قبل استوائها قبل يناعها. يعني الزميل شاكر الشامي والزميل خالد عوضة يقود لها العمرطي عندهم في السدات. العمرطي هذا اسم غريب شوية. الأخوة المصريين ماذا يسمون هذه ال هذا النوع من انواع الذره؟ هذا النوع من انواع الذره الصغيره الحبه لا يوجد في مصر. اللي يوجد عندهم احنا اللي نسميها الدخن. عندهم الذره الشاميه. اما بالنسبه لهذا النوع الذره عندنا الصنعاني والبيضاني والنوع الذره البيضاء هذا غير موجوده هنا في مصر لم اجدها. يوجد عندهم ربما الدخن اللي احنا نسميها الدخن ابو سنابل طويله اعواده طويله وسنابله طويله ايوه. وعندهم الذره ايضا الذره الشاميه. والذره الشاميه. اعود يعني الى تجربتك الشخصيه اخي وسام. انا اتحدث في بدايه هذا البرنامج بانك نلت العديد من الجوائز سواء كانت محليه او عربيه. هلا حدثنا عن هذا المضمار تحديدا. الحمد لله والشكر لله لقد بدات مشواري الفني بدايه قويه. يعني هو انا كنت امارس الفن التشكيلي منذ الطفوله. أن نرسم على الأوراق على اللوحات الصغيرة على اللوحات الحائطية للمدارس للكليات للجامع. لكن بدأت التشجع والرسم على اللوحة واستخدام الألوان الزيتية من بداية عام 2004 عندما في تاريخ صنعاء عاصمة الثقافة العربية أشكر وبشدة الأستاذ خالد الرويشان حفظه الله ورعاه كان وزير الثقافة هذه الأيام تحياتنا له افتتح بيوت الفن في جميع المحافظات ونلت العديد من الدورات التدريبية على يد الدكتور العراقي خالد النعيمي وأيضا عملنا ورشة تدريبية في ورشة الجرافيك عملناها في محافظة الدمار في بيت الفن بدمار بإشراف الدكتور حكيم العاقل حفظه الله ورعاه. انطلقت استمريت في الفن التشكيلي استمريت في إنتاج اللوحة لما وجدت نفسي الحمد لله أعمالي جميلة ويشيد بها الكثير من الفنانين الكبار واصلت المسيرة قدمت على جائزة رئيس الجمهورية والحمد لله نلت جائزة رئيس الجمهورية في عام 2010 حصلت على جائزة الإبداع في جائزة أفضل لوحة في دار الحجر في المعرض اللي نظمته وزارة السياحة في دار الحجر في عام 2012 هنا في القاهرة شاركت في أكثر من 15 معرض تقريبا من أبرزها معرض بصمات الفنانين تشكيل العرب وحصلت على جائزة الأوسكار الدولية شاركت في ملتقى مبدعون في ملتقى تجمع مبدعون الدولي شاركت في ملتقى إبداع الدولي حصلت على العديد من الميداليات الذهبية والدروع ولدي عدة مشاركات الحمد لله وأهم مشروع لدي حاليا إن شاء الله سيكون في يوم 17 نوفمبر في هذا الشهر الجاري معرض شخصي كل هذه اللوحات التي استعرضناها بالإضافة إلى اللوحات الجديدة التي أقوم بإنجازها في المركز الثقافي المصري في المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي بالزمالك أدعو كافة اليمنيين والمثقفين أدباء ومن جميع الشرائح والإخوان المصريين والعرب حضور هذا المعرض وإن شاء الله ينال استحسان الجميع. أعد العنوان مشروعي الحالي في يوم 17 حيبدأ معرض شخصي حيبدأ من يوم 17 نوفمبر بإذن الله يوم 17 نوفمبر من هذا الشهر الجاري في المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي معرض شخصي عن البيئة اليمنية والتراث اليمني المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي في الزمالك في 17 نوفمبر معرض شخصي لوسام العنسي وهذه دعوة لكافة المثقفين والأدباء والفنانين وجميع الشرائح المقيمين في القاهرة جميع الشرائح نعم. مصريين يمنيين كل العرب وكل الفئات وأجانب نعم يشرفني حضور الجميع هنالك من سيحضر ومن يريد اقتناء بعض هذه الاعمال هل يمكن عرضها للبيع؟ ان شاء الله يكون ذلك احنا ندعو رجال الاعمال وندعو التجار وكل المسؤولين والمثقفين والمهتمين ومحبي الفن التشكيلي ندعوهم لذلك بالدولار ولا بالجنيه يعني؟ بالدولار بالجنيه كله نعمه من رب العالمين كله نعمه بس شيء وحده هديه يعني بلا تحت المعرض تحت اسم ريشه هائمه في سماء اليمن المعرض بعنوان ريشة هائمة في سماء اليمن الهيام حقيقة والعشق يتجلى من خلال هذه اللوحات العطرة حفظك الله أخي وسام الذي تجسد وترسم اليمن شكلا ومضمونا وبيئة وهوية في هذه اللوحات العطرة مشاهدينا الأعزاء إلى من ينضم إلينا الآن بمعيتنا وسام العنسي فنان تشكيلي لمع وسطع نجمه في سماء هذا الفن البديع والصعب بالنسبة لي شخصيا وأعشقه جدا طبعا العود
والرسمه التشكيليه انا بالنسبه لي اشوفها من اصعب الفنون، يعني تحتاج فعلاً محترف فعلا. المخرج يكلمني وانا اكلمك ايش باقي يا خالد؟ قال باقي لوحات. طيب بعدين لوحه تسال عليها على لوحات. محور اخير اخي اسامه، تفضل. الفن التشكيلي في اليمن والفن التشكيلي خارج جغرافيته، هل تقرأ أن ثمة علاقة طردية بين هذين أو يعني في هذا الفن بين هذين البلدين تحديدا من حيث التنوع، من حيث بصراحة الرسالة؟ بصراحة أنا الفن التشكيلي اليمني لا يقل عن غيره من الفنون التشكيلية في مختلف الدول العربية وحتى الأجنبية، وما شاء الله عندنا زخم كبير من الفنانين الكبار والعباقرة الذين رحلوا توفاهم الله في واسع رحمته، الأستاذ الكبير هاشم علي فؤاد الفتيح، عبد الجبار نعمان، هنا لدينا في مصر الأستاذ القدير طلال النجار، هو لسه جاي من قريب، يعني عندنا في اليمن الحكيم العاقل أمن النصيري، على الدين البردوني، زكي اليافعي، ايش حكايه ذمار زياد العنسي، زياد اخي زياد العنسي، والدي ناصر العنسي حفظه الله كان من اقدم الفنانين التشكيليين في مجال النحت، ما شاء الله، في مجال النحت، وقدم للمتحف الوطني وقدم للمتحف الحربي ومن ايام ابراهيم الحمدي ما شاء الله، حفظه في المنحوتات الخشبيه، خدم في جانب الجيش، يعني قدم ما يستحقه الجيش والشرطه ما شاء الله، وهو كان الدعم الرئيسي، ولا فقلت لك الوزع عواب كما يقولون، يعني ايوه الله يحفظه. طيب رساله اخيره، المخرج يشير الى انتهاء الوقت اخي وسام، ربما هنالك العديد من النقاط لم نستطع ان نتحدث عنها، اترك لك رساله اخيره او اجابه لسؤال لم اساله من بدايه هذا اللقاء. اتمنى من ان يصطلح حال اليمن وان ترجع الامور كما كانت عليه، واتمنى من عامة الناس يعني الاهتمام بالفن التشكيلي والنظر إليه بعين الاهتمام، نحن لو ننظر إلى ظروفنا الشخصية وما يعني لله الحمد الأمور ماشية ولله الحمد، لكن لو ننظر إلى الظروف ربما لا نرسم ولا لوحة، لكن نحن ننظر إلى اليمن وحب اليمن، لوحاتنا تعبر عن يمننا وعن وطننا، الانتماء، حب الأرض، حب الوطن، ووجه الدعوة مرة ثانية إلى حضور معرضي الشخصي إن شاء الله يوم 17 نوفمبر في المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، وإن شاء الله نوعدكم بتقديم الجديد وما هو أفضل، سوف نستمر وسوف نكافئ، لن تتوقف الريشة بإذن الله ما دام النفس مستمر. الريشة والقلم، الريشة والقلم والشعر هو لا يقل على الفن التشكيلي طبعا، فأنت صانع ما شاء الله، صانع الكلمة ما شاء الله عليك أنت، حروفك مع الغلاف يوم ما، حروفك جميلة، حروفك جميلة ساحرة والله. أشكرك أخي وسام، أنا من المعجبين جدا بأشعارك، وأنا من المعجبين بأدق التفاصيل الصغيرة. الله يكرمك أخي وسام حبيب قلبي، أنا حقيقة أشكرك جزيل الشكر، وكانت فرصة جميلة بأن يتعرف المشاهد الكريم على هذا النموذج الإبداعي المتفرد والمتمثل بلوحات فنية غاية في التعقيد والجمال لفنان التشكيلي وسام العنسي. مشاهدينا الأعزاء، كما تابعتم وسام العنسي فنان تشكيلي كان له حضور بارز في أكثر من معرض محلي وعربي وأيضا دولي، وسيقيم معرضه الشخصي بعد أيام قلائل وتحديدا بعد أسبوعين في 17 من الشهر الجاري في المركز المصري للتعاون الثقافي، وهذه دعوة عامة للمشاركة في هذا المعرض، يستمر لمدة أسبوع باسمكم مشاهدينا الأعزاء أشكر ضيفي العزيز الفنان التشكيلي وسام العنسي الذي حمل في طيات حلقتنا لهذا اليوم وفي طيات لوحاته الهم الأبرز المتمثل باليمن بيئة وحضارة، أشكركم جزيل الشكر وأشكره وأشكركم بعد ذلك جزيل الشكر ولكم جزيل الشكر. أترك لكم هذه الاستراحة القصيرة لإحدى اللوحات أو لإحدى النماذج العالمية، ونحن نتحدث عن الفن التشكيلي لا بأس أن نعرض تجربة عالمية أخرى. نلتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى من برنامج مرافق، أشكركم مجددا والسلام عليكم ورحمة الله.